جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. اكيد فما نقص في الصابع على جال الامطار شوي بل كنا نخدموا تو احنا مثلا السنه بدينا 1 نوفمبر المعسره قبل كنا نخدموا طول ب 60 معنا 24 ساعه تخدم المعسره تو بالنسبه 10 سوايع نخدموا فقط فما نقص واضح حتى ثم افات جديده دخلت على الزيتون وقلت الناس مش يلاهي بالزيتونه ثم دوده ثم حاجه زاد اثرت على حتى نوعيه الزيت الأسعار بالنسبة لتو في متناول تنجم تقول في متناول الفلاح نخدمه في الديكة مثلا من 50 حتى ل 55 دينار عادي حتى 100 شكل بالنسبة للفلاح راضي مع الناس المستهلك راضي يشتري معنا عادي قاعد يشتري يصبوه في المصب ويطلع على التابير ولون يمشي لافاج بعد يتعدل الفيبرور بعد يطلع بالليس للكسار يطرحه ويتعبى في البيوت باش يدور العجين ويصفى بعد يتعدل الديكونتور نسميوه ديكونتور اللي يعصر الزيتون يعني ديكونتور بالديكونتور يتعدل الصفايا قديش تقعد العملية العملية مثل 500 كيلو تقعد برسك ساعتين تو احنا لهي لك انت قلت الامطار تخلي الامور معناتها النقص في الصابع معناتها بطبيعتها فما كان السقوي شوي شوي سواي المخدومه هكوما فيهم شويه زيتونه ما الاخر الكل الكعبه لا معناتها فهمني اثر على الاسعار ولا لا؟ أثر على الأسعار حاجة مسلمة حاجتين اللي أثروا على الأسعار هما معناتها قلة الصابة وليد العاملة حتى وليد العاملة معناتها غالية معناتها من العامل من 20 ل 25 دينار ومونتو معناتها فهمتني يأثر على الصابة حاجة مسلمة ويزيد سم الزيت قديش الزيت؟ الزيت قاعد يخدم معناتها توا معناتها ما تنجم تقول 55 دينار معناتها فهمتني عادي معناتها السم والله بالنسبة لليد العاملة يتسمى عادي معناتها حاجة مسلمة معناتها فهمتني خاطر متكلف عليه معناتها الفلاح المواطن اش باش نقول لك غالي عليه بالنسبه معناتها المواطن يتسمى غالي عليه فهمني معاه 5 دقائق احنا في الساحل اللي ناكلوا برشا زيت فما الناس تعول معناتها من 15 دقيقه حتى ل 7 8 دقائق العائله معناتها تكلف له معناتها يخزن من 700 للمليون معناتها زيت بالمرتاح يعني في الساحل بخصوص الساحل لا الساحل بتفي عم ناكلوا زيت ياسر زيت زيتون ياسر لا هي بتبيعتها توا في بلادنا ديما ما تجيش صابة كاملة فهمتني استي الصابة ماهيش صابة نص صابة وماهيش معناها ربع صابة تقريبا اسمعني توا حسب ما نشوف اني المواطن التونسي كان يتصور الزيتون الزيت مش يطلع أكثر فهمتني كان يتصور مش يطلع يتلاوى يطلعوا من الأول يخدموا فيه حتى 70 دينار وتو رجع حتى ال 55 معناها سوم معقول يلزم يتسعر ولا لا ولا حر ولا يغزل لي ما يلزموش يتسعر علاش خاطر تو الفلاح متشدين ياسر في الصابه فهمتني عنده عجروده ماذا بيه يبيعها بسوم 12% في امها معلقه فهمتني قبل كل شيء هي الجوده ثم من بعد يجي السعر فهمتني لا شك فيه لان الانسان السعر مش هو السعر الفائده الجوده هي الطعمه نتاع الزيت فهمتني والنكهة متاعه ومنا والحموضة متاعه هم اللي عندهم قيمة فهمتني والله هو عادة كيفي أني ما نشريش ما قبلنا عنا الزيتون وعنا كذا ما عدا سنين أنا ما ثماش زيتون مش نقص أنا عندي 3 بلايس في 3 أماكن موجود فيهم الزيتون وما نكسبوا حتى زيتون لذا سنين اضطرينا ما نهيزم ناخذوا شوية تبقينا مش برشا زاد نشري نظرا لأن عندي بقية متاع مناول فهمتني سنين فهمتني أنا شوية تكمل وبر جوهرة اف ام جوهرة اف ام الدنيا وما فيها